احنا على مبادره رئاسه الحكومه اللي بمقتضاها تمنع اصحاب المؤسسات الاعلاميه من الترشح للاستحقاقات التشريعيه او الرئاسيه. شنو رايك في المبادره هذه؟ رئاسه الحكومه تجي في اخر وقت وتقول لك اصحاب المؤسسات ما يترشحوش. هو من ناحيه عندهم الحق ومن ناحيه لا، قانونيا لا، اما من ناحيه عندهم الحق لا. كيفاش يجي واحد معناتها ما يعرف شيء من السياسه واللي يحب يترشح؟ كارثه كارثه كارثه. ثم زوز وتوازوز اللي انا ما نحبش نسميهم خاطر ضد الحمله نتاعهم، كارثه. شنو يا اخي واحد كيك يجي ولي رئيس جمهوريه هو لازم يكون عمل خدم قبل وعمل ويعرف شنو الدوله ويعرف دولي بالدوله ويعرف كيفاش يتصرف مع الاحزاب اللي هي قاعده تضر في البلاد. انا نعرف ثم حزب قاعد يضر في البلاد اللي تتار، هذوما النهضه اللي تتار، هذوما يضروا في البلاد. يلزمهم واحد مزور، يلزمهم واحد يعرف كيفاش يدخل ويخرج. يجيب لي انا واحد وقال ويجيبوه ويجيبوه وكان وسيصير وذاك يولي رئيس والا يعطي سحفه شربه يولي رئيس. هو ثم واحد يوكل في 500 واحد في الكبريمه اللي خليه يترشح. هو بحنا بنتي انا واحد يوكل في 150 خليه يترشح، هو في جندوبه واحد يوكل في 1000 واحد خليه يترشح. هكاك هو اللي بصح كيما ضرينا في الحزب الحر نتاع النادي الافريقي 55000 صوتوا للنادي الافريقي خاطر يحبوا النادي الافريقي، ضرونا يزيدوا ضرونا ناس اخرين توا مع اللي يوكل في الشربه ولا اللي يتكلم كامل العربيه. انا ورغم اللي انا ضد رئيس الحكومه شاهد وخاطر هو مال شويه مع الناظم ممكن تعرفوا شاهد، عاد هو خير منهم. هو سبحان الله نحطوا واحد اللي هو كما يستاهل باش ينجم يقود البلاد، مش اللي يجي يقود البلاد. يعني انا تكنيسيان سوبيريور ومثقف وكل شيء، مستحيل باش نهار نخمم باش نولي رئيس، ما نجمش كولي سباطه قدام الناس الاخرين باش نولي رئيس. مش اللي يجي يولي رئيس، مش اللي يجي راهو، مش اللي يجي. اما ثم ناس اللي يستحقوا. انا ننصح الشباب وننصح الناس ما تصوتوش للصغار الكل، الاحزاب الصغار الكل، صوتوا لثلاثه واربعه كبار على خاطر كان صوتوا للصغار تتفتفت الاصوات وما تربح كان النهضه، خاطر هي عندها 600000 مسوقرين. وكان يصوتوا للثلاثه والاربعه كبار حتى الرابعه ما تجيش هي. انا ننصح الناس هكا واللي عنده مخ يزمو يخمم ويزمو يعرف شو يعمل. البلاد هذيا راه نتاع الناس الكل، ويزم واحد واحد ويخمم يفكر وقت اللي باش يحط سبعه وباش يصحح يزمو يخمم، خاطر هذاك مستقبل ولاده ومستقبل ولاده. والله مبادره هي باه مش خيبه، اما مش في وقت، خاطر نورمالمون ما تجيش تو، معناها كاين اللي كيعملها تو هو حاجته باش ينحي منافسين، فهمتني؟ حب يقصي الزوز هم منافسين. المبادره كانت تكون بي، اما مش في الوقت هذا، مش في وقت الانتخابات بالضبط، فهمتني؟ كان جيت قبل ولا بعد الانتخابات يوم، اما هو كاين حكايه معناها اللي يشوف كانه هو حاجته بها هو باش يقصي، خاطر هم منافسين. صحيح هم استغلوا، واحد استغل الجمعيه واحد استغل التلفزه وكل شيء، هذيك واضح. تم الشعب تم برشا ناس يصدقوهم ويعطوهم، اما هو بالذات عملها في الوقت هذا مشوا معناها لصالح الواحد، صالحه هو. المبادره هذه نعتبرها ناس قاعده تقيس مع تصنع في حاجات على قياسها، فهمت؟ انت تقصد على ترشح سيد نبيل القروي للرئاسيه، فهمت؟ ديمقراطيا غير معناها مساله ماهيش معقوله، وضد حقوق الانسان وضد معناها ما يصير في عام تو نتاع انتخابات تجي قبل بثلاثة شهور واربع شهور باش تخرج قانون باش تمنع عباد من الترشح للرئاسة والا للبرلمان مضمون لكل مواطن تونسي. واذا تحب تغير في القانون الانتخابي ولا في تعمل اي اجراء ما تجيش قبل الانتخابات باربعة ولا خمسة شهور وتغير تعمل مبادرة نتاع تغيير قانون. اذا هنا تلاحظ اللي فما عباد قاعدة تحب تهيمن بطرق غير معقولة وطرق ماهيش مشروعة. قريتها هذه على الفيسبوك، أنا ضدها. وعلاش؟ خويا الدستور نتاعنا ما يضمنش حق أي إنسان باش يترشح. علاش؟ ما عادش أنا غريبة استغربتها أصلا. ماهيش معقولة بالكل. من حق أي مواطن تونسي يضمن له الدستور نتاعو حق الانتخاب باش يرشح روحه يترشح. علاش لا؟ يعني مبادرة ما عجبتنيش بصراحة. مش في بلاصتها؟ لا ماهيش، ماهوش في وقتها زادة، مش حتى مش في بلاصتها، لا في بلاصتها ولا في وقتها. ما احنا ماناش في وقت توا باش نزيد نكبروا المشاكل.
يعني ماذا بينا يتلم الناس الكل وننقذوا البلاد، واللي حبي يترشح والصندوق هو الفيصل ما بيناتنا. علاش؟ من حقك انت تترشح، من حقك انت تترشح، من حق اي اصحاب مؤسسات عالميه باش يترشحوا. يعني وشنو المانع باش يمنحوا؟ بالنسبه لرئيس الحكومه باش تمنع اعلامي والا اصحاب مؤسسات نتاع الاعلام باش ما يقدمش مطلب ترشح نتاعو، معناها قسيتو انت عباره ماهوش تونسي. كل تونسي حر في اعماله، ويحب يقدم ترشح نتاعو مهما كان، فهمتني؟ ونقبلوه بصدر رحب، ونشوفوا الشعب شكون باش يصوت وكا هو من الاخر، وان شاء الله لاباس باذن الله. انت لاباس؟ انا مانيش لاباس. ماني لاباس. تونس تسخف. ولا تونس تسخف. انت هاك حتى الحتى وقصد ربي وماشي. كنت نختم. الحمد لله. ما يترشحوش، ما فهمتش علاش. شو يقصدوا بها المبادرة هذه؟ ما يحبوا يعطلوا المصالح هذيك، يحبوا يعطلوا الامور. من حقهم يترشحوا؟ من حقهم يترشحوا، علاش؟ علاش؟ ما هو مواطن ولا؟ مواطن عنده الحق باش يترشح، اي مواطن، مواطن تونسي عنده الحق باش يترشح. علاش ما يترشحش؟ وعنده حزب، معناتها مش عارف، لازم يكون منتمي لحزب، واموره واضحه، وعلاش ما يترشحش؟ باش نبدا نعرفوا افكار ونعرفوا توجهات ونعرفوا ميولات، خاطر هو باش يترشح للرئاسة ديريكت هكاك اخو ديريكت، مش ما يلزم يكون عنده هو توجه خاص به هو، ولا كنا احنا في الحزب نتاعو. يعني المبادرة ماكش مع المبادرة؟ شو انك تمنع انسان باش يترشح؟ هذه المبادرة ما نمنع حتى واحد باش يترشح، الناس كلها عندها الحق ترشح. ما قلت لك فما قوانين، فما امور تمشي بالقانون. هو ظاهرا نبيل قروي ما يمنعني من ان اساعدك مثلا وفي نفس الوقت اتقدم الى الرئاسي. هل هنالك حاجز؟ هل هنالك مانع؟ هل اني مطالب بعدم فعل الخير ظاهرا وباطنا؟ ها؟ إذا ترشحت إلى الرئاسية أو إلى الانتخابات البلدية. هذه كلمة حق أريد من ورائها باطل. نبيل قروي يحترمه الجميع ويقدره الجميع ويحبه الجميع، الأغنياء والفقراء، لأن الغني يمد بعض المال لنبيل قروي، والقروي يمدها للفقير، للمحتاج، للمعاق وما إلى ذلك. هذا الرجل أنا شخصيا أطمئن إليه. يعني أنت ماكش مع المبادرة؟ أنه لست مع المبادرة، لأنه الذي يكذب وينافق شعبه لا خير من وراءه، أقولها بصدق. ورجاء عدوا لي هالومضة ذي اللي أخذتوني عليها وليدي، راكم تسألون عنها، سوف تسألون عنها يوم القيامة. حاجات ذي تخمامهم الله أعلم وش هي. شيطاني 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 أي خدمة عشواطين ذي، ولا عشواطين تفهم شيء ما الدولة ذي انت، أنا ما تفهم شيء. واحد يسكت كاكا حتى اللي يهزو رب انت عوان. ياكل في القوت ياك ويستنى الموت. تم شيء، تم شيء. ناس دبر في روسها وما يشعر واحد مش ينفعوا البلاد هذه من الساحل. يلزمنا نجيبوا واحد من برا كما نتاع الكوره، جو حكم يحكم فينا. ما اما نحن هنا ما نعملوا حتى شيء. هو الاستعمار. اه هو الاستعمار. لا هذاك هو، هنا مستعمرين نحن. ما عادي خلينا نجيب واحد من برا نقولوا له خراوي. ما مستعمرين نحن، انت مش مستعمر، انت بالنسبه لينا مستعمر، كان انت مسك حر. هو علاش يخلوا فيك تتحدث ويخلوا فيك وخلوك في الشارع تتكلم ها؟ مستعمرينك، عبر على روحك وما تم حد شيء. سب عاير ما يخصهم في شيء، برك تسب فيهم الصباح لليل، واحد ما يتكلم. حكومة ولا دولة؟ هي لا ثم دولة لا ثم حكومة. مسايبين كلمة يقولوا فيها، مسايبين الماء على الدلاع. فهمت ولد عمي؟ واضح. يعني ما ترى منهم شيء. هاي هم تو عندهم أربع حكام، تو رئيس حكومة أربعة. نبدوها من الجبالي للمرزوقي العريض للتو الشاهد، ثماش حاجة، ثماش نهار وروا واللي حلوا مشروع، عملوا مشروع، خرجوا البرة يشوفوا الناس الزواول، يشوفوا ما عندهم حتى شيء، حتى مشروع. نحكيوا على المبادرة نتاع رئاسة الحكومة،
نحو منع أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح للاستحقاقات الانتخابية تشريعية أو رئاسية. شنو رأيك في المبادرة هذه؟ والله مبادرة غلطة في بلاد تركز على الديمقراطية، فهمني؟ وفي سيبورسا أنا جاوبت كما كان، خاطر أنا بيدي إعلامي، فهمني؟ لا أندان روتريت كنت في وزارة الإعلام، فهمني؟ لا مش معقول يجيو فهمني على الشحن، ماهوش تونسي صحافي، الإعلامي ماهوش تونسي، ونحن من الجنسية التونسية من حق، الدستور يخول له والقانون يخول، علاش لا؟ علاش كفاءاتنا قاعدة تهاجر كلها لبرا؟ انت هيك طلعت حسب من راه انا حسب الدومين نتاعي من اليوم مليت الاعلاميين راه فيهم كلهم خلفوا قله نادره اللي قاعد هذا ما نجم نقول مش في اطارها لا مش في اطارها العاقل ما يقبلهاش العاقل ما يقبلهاش اذا كان هو يحب يعني يخسر حكايه نبيل والقلب مش خصوص الامور هذه نورمالمون مش خصوص كل حاجه في طريق شوف حل اخر مع نبيل كان عندك معاه مشكل مش تجي تحلم الناس كل على خاطر نبيل القلبي هذا اللي داوى القاعد عند الشعب التونسي كصحافي ما عندكش الحق نترشح؟ لا عندك الحق ترشح عليه المبادره نتاع رئاسه الحكومه تصب في خانه انه تمنع اصحاب المؤسسات العالميه من الترشح عاديه الحكايه؟ والله مش عاديه ما نعرفوش بالضبط احنا ما تعرفش الشعب ما نلوجوش هالامور هذه تلقانا اعطينا بركه باش نعيشوا واحد سامحني خويا لو دخلنا عديد وعديد اعطينا باش نخدموا ونعيشوا في هالبلاد وكا هو خويا الامور هذيك يعرفوها هما انا ضد ابو رجولي حق كل مواطن حق كل واحد يترشح ما هو دستور ولا لا يكفل له باش يترشح دونك من حقه علاش توا هذه بالذات علاش بالذات يعني تصور من حقه من نقطة استفهام؟ اي نقطة استفهام فيها يعني بصراحة من حق كل مواطن تونسي يترشح يعني واضحة الحكاية معناها مقصودة تصورها أنا فسمعت بها تصورتها مقصودة فهمتي يا أخوي الدستور إيش يقول؟ يقول كل مواطن عنده حق يترشح علاش توا وزيد سمعت بها الأساس القانون الانتخابي معناها ما تمسوش قبل بعام يعني قانون تاع الانتخابات ما تمسوش قبل بعام عندك حكاية برا عملها من بعد